المقدمة رانيا الفرجاني رئيس قسم الشرطة النسائية. نشكر تواجد مكتب الإعلام الأمني بالمديرية بقسم الشرطة النسائية لإعطاء نبذة مختصرة عن عمل الشرطة النسائية التي تقوم به داخل مدينة بنغازي وضواحيها. أولا نقول لك يعني تم افتتاح قسم الشرطة النسائية في شهر 2/2/2019. منذ هذا التاريخ تم حجز عدد 685 عنصر نسائي من جميع المراكز والأقسام في مدينة بنغازي خلال الفترة من شهر 2/2/2019 حتى تاريخنا هذا. تم ضبط حوالي 27 عنصر نسائي عليهم أمر قبض وإحضار من النيابة العامة لجميع مراكز بنغازي، قسم البحث الجنائي، قسم التحريات العامة. كما قمنا بتأمين الاحتفالات والمهرجانات بمدينة بنغازي من تاريخ برضو من تاريخ شهر 2/2/2019 لعند الآن، قايمين بتأمين احتفالات مدينة بنغازي بالكامل، وإن شاء الله ديما يا ربي بنغازي تكون آمنة. قسم الشرطة النسائية 64 عنصر نسائي مقسم على 4 توك، طبعا 24 نظام العمل، 24 داخل القسم قوموا بحملات عن التسول، عن ظاهرة التسول في شوارع مدينة بنغازي وإحالتهم بكشوفات لقسم الهجرة. قمنا بعدة جولات داخل مدينة بنغازي برضو حتى ريح على القزاز المعتم مع قسم المرور بمساندة قسم المرور وقسم النجدة. تم إزالة العديد من المركبات، تم مخالفة العديد من المركبات بهذا الخصوص على القزاز المعتم. والآن نطلع جولات تفتيشية داخل